ولأننا في نهاية الأحداث سنختتم بالبدايات، اللاعب بيتش والمعروف باسم مصطفى شكري سجل للوداد في مرمى فريقه الأول الرجاء خلال موسم 78-79 من نقطة جزاء فارغة بعد انسحاب لاعبي الرجاء. فخير هو اللي خرج الفرقة وما كملش مرضاوش. وطبعاً هذا يعود بالأساس إلى ذلك الاندماج التاريخي، جمعية الحليب. وما أدراك ما جمعية الحليب؟ هذا سيف عدويسي، استير فرصه